قبل فترة طويلة أقام الثنائي كريم ديب ولين أبو شعر حفلة عرسهم بحضور عدد كبير من اليوتيوبرز العرب المقربين إليهم وأغلبهم المقيمين بدبي، حيث أقيم هالعرس بالمالديف واللي أثار ضجة كتير كبيرة آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان من بين الحضور غيث مروان وعائلة أنصالة وأسامة مروى ونور ستارز وأحمد النشيط وأحمد وسالي وغيرهم الكثير. فسأل الجمهور بهذيك الفترة عن سبب عدم تواجد عائلة البيوتي وليش ما تم دعوتهم لحضور الحفل، وطلعت عدة إشاعات زعم فيها البعض عن وجود خلاف بين عائلة البيوتي بما فيهم نارين بيوتي مع كل من كريم ولين، هذا اللي خلاهم ما يستدعونهم لحضور الحفل، والبعض الآخر شاف أنه السبب ممكن يكون الخلاف اللي كان بين عائلة البيوتي ونور ستارز وامتناعهم من الحضور لتفادي المشاكل بالعرس. فلاحظنا بهذيك الفترة خاصة أنه نارين كانت تتفادى التصوير والظهور مع اليوتيوبرز وبشكل كتير كبير من بعد الدراما اللي صارت بينها وبين نور ستارز. ولكن ومبارحة اتفاجأ الجميع بلقاء جمع كل من شيرين بيوتي ولين أبو شعر ببيت نارين بدبي، وذلك لإجراء مقابلة على التلفزيون مع شيرين بيوتي، حيث شاركت شيرين كواليس المقابلة وحكت عن لقائها مع لين أبو شعر، ولكن لم تشارك أي ستوري لهما مع بعض من غير ستوري المقابلة، ولم تتحدثا لحد الآن عن إشاعات الخلاف اللي كان بينهم واللي حكى عنه الجمهور آخر فترة، مما خلى الجمهور يحكي عن وجود صلح بينهم وأنه ما في أي خلاف يجمعهم بهذه اللحظة. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم فقت متأخر شوي، كان عندي شيء مهم واللي هو مقابلة صورت هم بالبيت مع لين أبو شعر على الام بي سي والصباح الخير يا عرب هالقصص. المهم ففقت متأخر وكان معي ساعة بس لحتى أتجهز وأعمل ميك اب وشعر وإلبس وكل شيء، فعملناها هم بالبيت وطلعت كتير حلوة. إن شاء الله رح تحبوها. وتعرفوا آخر فترة أنا صايرة مشغولة بالمقابلات والقصص اللي عملها، بس الحمد لله مرقت على خير. ويس هاي المقابلة كانت حلوة وهيك خفيفة، يعني كانت كتير لذيذة.